نيسان او توني خليفه؟ توني خليفه جعبالي اشتغل بالمشهد. توني خليفه سودانيه سودانيه دناوي تنفس. طيب توني خليفه او مصطفى الاغا؟ اغا حبيبي. اغا مصطفى الاغا او رضوى الشربيني؟ اغا مصطفى الاغا او منى الشاذلي؟ منى الشاذلي بحبها كثير. منى الشاذلي او لميس الحديدي؟ بموت بلميس الحديدي بس انا من ستايل منى الشاذلي اكثر. منى الشاذلي او عمر اديب؟ بحب والله عمر اديب. منى الشاذلي ولا عمر اديب؟ موسم الرياض. منى الشاذلي ولا عمر اديب؟ عمر اديب موسم الرياض. وين في شغل؟ عمر اديب. عمر اديب. طب عمر اديب؟ لا 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 دقيقة. عمر اديب ولا سارة الدندراوي؟ بموت عليها بس لا منى الشاذلي. بنرجع عم بمزح كنت انا. منى الشاذلي حتى على عمر اديب. منى الشاذلي. انا ستايل منى الشاذلي. اوكي. منى الشاذلي ولا زينة يازجي؟ زينة بحبها كثير كثير بس مختلفة عني يعني انا من مدرسة منى الشاذلي. طيب لجين منى الشاذلي او لجين عمران؟ كمان بموت بلجين بس منى. طيب منى الشاذلي او علا الفارس؟ منى بحب كثير علا وهي بتعرف بس منى. منى الشاذلي او رابع الزيات؟ منى. منى الشاذلي او منى ابو حمزه؟ ايه بموت عليها. منى الشاذلي او منى ابو حمزه؟ حمزه السهل الممتنع. مزبوط. صح مزبوط. لا هذا نجمه كبيره منى. بس بضل مع الشاذلي. هذي 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 لا بس الشاذلي. منى الشاذلي او انابيلا هلال؟ منى الشاذلي. منى الشاذلي او كارلا حداد؟ منى الشاذلي. منى الشاذلي او رهف صوالحه؟ يا حبيبه قلبي رهف. رهف شريكتك بالبرنامج. شريكه نجاحي. لا منى الشاذلي. لو تقول منى الشاذلي وناديه الزعبي رح اقول لك منى الشاذلي. ايه ما اخر سؤال منى الشاذلي ولا ناديه الزعبي؟ انا بالنسبه لك منى يا بالنسبه لك منى الشاذلي هي الاعلاميه العربيه. لا لا بس بحب ستايلها. انا قلت لك بحب اسعاد يونس كثير. بحب منى الشاذلي. ايه منى الشاذلي كثير. لا حنهار انا لو توقفوا لنا الحلقه. المهم ايه عرفت. وبحب لميس حديدي كثير. عرفت علي كيف؟ بس انا رح اموت. او ماي جاد بتلعبنا اخر لعبه. رايك لابو جاد ما جاد روحه. بلعبوا جد هيدي الجمعة. بما أنه هشام ونادية اثنيناتهم كتير كومبتيتيف مثل ما لاحظنا، لعبة فيها سبق. اللي عاملينه أنه في عندك ورق على الطاولة قدامك وورق على الطاولة قدامك، مفتوح البنت الكب البنت ومفتوح الختيار. أوكي. اللي بدكم تعملوه بدكم تنفخوا، ممنوع تستعملوا إيديكم، بدكم تنفخوا على الورق ليوقعوا كلهم ما عدا البنت. إذا وقعت بتخسر، إذا وقع الريا بتخسر. أوكي. وجربوا ما تستعملوا ايديكم. لا ما حنستعمل. ما حنستعمل. لا ما تزعبر ان شاء الله. وقد فيكم لعبه اسمها انفخوا. ف رح نبلش. 3 2 1 جو. ذهب كتير كبير لهشام. أنا مش ضايل كتير. عندك هون باقل. منفخ مزبوط هشام حداد. واو كيف ما صبت هاي. لا 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 الصراحة أنا صعبت على هشام، حطيت الورق فوق البنت أكتر. بدي لك شغل. البنات ولا مرة بيوقعوا مني. واو واو برافو. كان سريع اللعبة. زعلانة بس ليك زعلانة شو مفقوسة. بس شو هذا تيربو؟ واللحظة اللي بيخسر بده ياكل محر مع خلصونا. هيدي كانت مشاهدينا الكرام نادية الزعبي بإطلالة رائعة.